سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من فضائية الخرطوم نحييكم ونقدم لحضراتكم المشهد الإخباري، نستهله كالمعتاد بأبرز عناوينه. رئيس مجلس السيادة يؤكد أن العملية السياسية ستكون شاملة والكرة في ملعب السياسيين. نائب رئيس مجلس السيادة يعني تبنيه لخطة عشرية لوضع حلول لقضايا ولاية الخرطوم. والي الخرطوم يخاطب ختام مؤتمر التنمية والتطوير والذي يتضمن أكثر من 170 توصية في 20 مجالا. في تفاصيل المشهد، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أن القوات المسلحة تدعم انتقالا سياسيا قائما على قاعدة التوافق والتراضي الذي يضمن نجاحه، وأنها تعمل في المستقبل على تأسيس جيش وطني واحد بعيدا عن التدخلات السياسية والاستقطاب، يحفظ استقرار البلاد ويحمي الدستور ويصون تراب الوطن. ودعا سيادته خلال مخاطبته مواطني محلية بارا بمنطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان، دعا القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد إلى نبذ الخلافات والقبول ببعضها لتأسيس فترة انتقالية مستقرة تمضي إلى الأمام دون تعثر. وحيا سيادته جماهير منطقة أم سيالة بكافة قطاعاتهم وتكويناتهم الاجتماعية، مشيدا بدور الإدارة الأهلية في المنطقة على المحافظة على الاستقرار وترسيخ أسس التسامح والتعايش السلمية. إلى ذلك شدد والي ولاية شمال كردفان الأستاذ فضل الله محمد علي التم على المطالب الخدمية لأهل المنطقة. وقال الوالي إن زيارة رئيس مجلس السيادة للمنطقة تؤكد اهتمامه بكل بقعة من بقاع السودان وانحيازه للمواطن السوداني. هذه المرحلة وهذه الفترة يجب أن تكون مستقرة، ما فيها نزاعات. أخواننا كلهم سياسيين، نحن ندعوهم أنه يوسعوا صدرهم، يوسعوا أفقهم، مش يوسعوا صدرهم، يوسعوا أفقهم ليستوعبوا الآخرين، ليتقبلوا الآخرين، حتى ننعم باستقرار حقيقي، ننعم بفترة انتقالية حقيقية قادرة أنها تقودنا للانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. نحن نفتكر أنه الآن الكورة في ملعب السياسيين، أنه هم إذا أرادوا لهذه البلد أن تستقر أن يستمعوا للآخر، إذا أرادوا لهذه الدولة أن تمضي يستمعوا للآخر. نحن موقفنا في الجيش ثابت، نحن داعمين المسار اللي بيجري الآن، دعم منه دعم كامل وما حنتراجع منه، لكن بنقول والله هذا المسار إذا ما استصحب القوة الرئيسية، إذا ما استصحب كل السودانيين سيتعسر قريبا ولن يستطيع أن يمضي. جزم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والمحمد حمدان دجلو بأن البلاد أمامها فرصة عظيمة للتغيير، مشددا على الإصرار على بداية عهد جديد لتطوير ولاية الخرطوم التي تأوي خمس سكان البلاد وتساوي مساحة دول بأكملها. وأعلن حميتي لدى مخاطبته ختام مؤتمر تنمية وتطوير ولاية الخرطوم تحت الشعار معا لنهضة العاصمة، أعلن عن تبنيه خطة تمتد لخمس سنوات في وقت أعلن فيه عن قيام مؤتمر يلتئم بنهاية العام الجاري لوضع خطة استراتيجية عشرية لولاية الخرطوم. ونبه حميتي لتأخر عدد من المشروعات التي كان يستوجب تنفيذها في ولاية الخرطوم، من بينها إنشاء 9 مدن جديدة و6 واجهات نيلية جديدة، نفذ منها 2 فقط، جازما بأن العاصمة الخرطوم زالت تحدد مصير السودانيين في كل شيء، وهي ملتقى يشكل نسيجا يعبر عن السودان برمته. وتعهد نائب رئيس المجلس السيادي بالنزول مع المواطنين لنظافة الشوارع، مشيرا إلى أن يوم السبت هو اليوم الأنسب لحملات النظافة، مرسلا جملة من الرسائل للمواطنين والأسر لمساعدة العاملين في جمع النفايات. اليوم نقف الخرطوم شاهدة على مستقبل جديد لأمتنا، صنعناه بعزمنا ونحن أكثر إصرارا على بداية عهد جديد.
نأمل أن يقودنا إلى تحقيق طموحات شعبنا في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار. السيدات والسادة، إن النقاش الذي جرى في هذا المؤتمر حول التنمية وتطوير بلاد الخرطوم هو أمر حميد يعبر عن إحساس عال للمسؤولية وحب العمل يجب أن تسنده خطة طموحة قادرة على تحويل هذه الطاقات والإمكانات إلى برامج عمل. نؤكد لكم أننا سنقف معا وندعمها. يجب علينا أن ندرك بأن النهضة لا يمكن أن تتم وفق برامج إسعافية قصيرة المدى ومعالجة سريعة لا تصلح لولاية الخرطوم التي تضم حوالي 5 سكان السودان حاليا وتساوي مساحة دول كاملة. كما أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن تبنيه لخطة تمتد لخمس سنوات في وقت أعلن فيه عن قيام مؤتمر يلتئم بنهاية العام الجاري لوضع خطة استراتيجية عشرية لولاية الخرطوم. تتطلب النهضة والمواكبة الحضارية خطة استراتيجية بعيدة المدى، وقد حدثت ذلك خلال عمر الخرطوم التي خضعت لخمسة مخططات هيكلية على مدى 100 عام، حيث كان المخطط الهيكلي الأول في العام 1910، ثم المخطط الهيكل الثاني عام 1958، ثم المخطط العمراني الثالث عام 1976، ثم المخطط العمراني الرابع عام 1990، وأخيرا المخطط العمراني الخامس عام 2008، الذي وضع خطة عمرانية لولاية الخرطوم تمتد حتى 2033، مقسمة على 5 مراحل، كل مرحلة عمرها 5 سنوات. لقد دفعت ولاية الخرطوم أكثر من 20 مليون دولار لبيوت خبرة عالمية ومحلية لإنجاز المخطط العمراني الأخير، والذي يحل في هذا العام 2023 موعد بداية مرحلته الرابعة، وقد تسببت عوامل مختلفة في توقف وتأخر تنفيذ الكثير من مشروعاته. كما أعلن حميدتي عن تبني الدولة إنفاذ توصيات المؤتمر داعيا إلى السعي والعمل الجاد الذي يحقق طموحات الشعب للسلام والاستقرار والتنمية والازدهار. ومن هذا المنطلق فإنني أعلن الآن من هذا المنبر رعايتي بصورة مباشرة مؤتمرا لوضع خطة استراتيجية عشرية لولاية الخرطوم من 2023 ل 2033، بالتنسيق مع حكومة الولاية لتستند على خبرة مرجعية المخططات العمرانية السابقة، وتستكمل ما تبقى من المخطط العمراني الخامس بأسس جديدة تراعي متطلبات العصر ومواكبة التطور. مؤتمر يشارك فيه خبراء سودانيون من داخل وخارج السودان، وتشارك فيه الجامعات السودانية التي أتمنى أن تصبح حواضن لبناء المستقبل، إضافة لخبراء أجانب وبيوت خبرة شاركت في بناء أعظم المدن على نطاق العالم. ومبدئيا يمكن أن ينعقد المؤتمر في ديسمبر 2023 المقبل. هذا لا يمنع أن تكون هناك خطط إسعافية لمواجهة مشاكل راهنة عاجلة مثل التعليم والصحة ونقص الكهرباء والوضع البيئي وتوفير مناخ مساعد للاستثمار حتى تتوفر فرص العمل.
من جانبه قال والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة إن هناك أشياء لا تعجبنا في ولاية الخرطوم مثل حالة الطرق التي أصابها الكثير من الإشكالات وصناعة الطرق مكلفة، منوها إلى أن الولاية بحاجة لإصلاح حال التعليم والمؤسسات العلاجية. وأشاد الوالي بالجهد الذي قامت به اللجنة المكلفة بإعداد المؤتمر هذا، وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بأكثر من 170 توصية في 20 مجالا. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور الهادي إدريس عمق العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا، ووصفها بأنها استراتيجية، لافتا إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. واطلع سيادته لدى لقاء بمكتبه بالقصر الجمهوري سفير جمهورية تركيا لدى السودان إسماعيل جوبان أوغلو على الأوضاع الإنسانية في تركيا بعد كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاء واسعة من البلاد. من جانبه أوضح السفير التركي أن الاجتماع تطرق للأوضاع الإنسانية والصحية في تركيا، معربا عن شكره للسودان حكومة وشعبا لمواقفه الداعمة لبلاده لا سيما خلال كارثة الزلزال. وأكد سيادته حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالية الطاهرة أبو بكر حجر بالقصر الجمهوري الدكتور سليمان الدبلو رئيس المفوضية القومية للسلام، وبحث اللقاء التطورات المرتبطة بالعملية السياسية بالبلاد وصولا لمرحلة التحول الديمقراطي وإكمال مؤسسات وهياكل الفترة الانتقالية. افتتح مدير إدارة صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الدكتورة حليمة محمد الطاهر العيادة البيطرية لمجمع حظائر الأبقار بالشجلة الصيدلية البيطرية التي أقامتها جمعية منتجي ألبان مجمع حظائر الشجلة. وأكدت الدكتورة حليمة لدى مخاطبتها الاحتفال على أهمية العيادة البيطرية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تعمل على التشخيص والعلاج وتقديم النصح والإرشاد لأصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن العيادة يتوفر بها أطباء وفنيون وكوادر مساعدة في مجال صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة، وتواصل دعمها لهذا المرفق الخدمي حتى يؤدي دوره في مجال صحة الحيوان. من جانبها قالت المهندس عايدة عيسين العيادة ستساهم بصورة مباشرة في التخفيف على المواطنين، وأن إدارتها ستواصل دعمها لهذا المرفق الخدمي حتى تؤدي دورها المنوط بها في مجال الصحة. انعقد برئاسة محلية بحري الاجتماع الدوري للترتيب لبرنامج حملة إصحاح البيئة المحدد له الأربعاء من كل أسبوع، والذي ترأسه الأستاذ عصمت الجعفري ممثل المدير التنفيذي مدير هيئة نظافة بحري بحضور مديري الشؤون الهندسية والمالية وجهاز حماية الأراضي فرع بحري. وبحث الاجتماع وضع الترتيبات اللازمة لإنفاذ برنامج حملة الأربعاء. وأوضح مدير هيئة النظافة أن برنامج حملة إصحاح البيئة ليوم غد الأربعاء يستهدف أحياء وحدة دردوق الإدارية، مؤكدا أنه تم حشد عدد مقدر من الآليات الثقيلة والخفيفة واستنفار كل الكوادر بهيئة النظافة والجهات الأخرى. هذا ووجه الجعفري بضرورة التنسيق التام بين كل الجهات المشاركة في برنامج الحملة، ووجه بأهمية تكثيف جانب التوعية والتثقيف بأهداف حملة إصحاح البيئة خاصة في الأسواق والمرافق العامة لتغيير سلوك المجتمع تجاه قضية صحة البيئة. أعلنت محلية الخرطوم عن تواصل حملات النظافة وإصحاح البيئة خلال شهر رمضان المعظم. وأكد مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمة المدنية الأستاذ عمر الترابي لدى ترأس الاجتماع التحضيري لحملة يوم الأربعاء الأسبوعية على أن الحملة تستهدف منطقة سوبا غرب بمحلية الخرطوم بمشاركة كل الآليات والمعدات التابعة للورش وهيئة النظافة بالمحلية وإدارة
إدارة المخالفات، ودعا إلى المشاركة الفاعلة في الحملة والتي تستهدف تجمعات الأنقاض وإزالة المخالفات بالشوارع الرئيسية، مؤكدا أن المحلية تسخر كل إمكانياتها من أجل إنجاح الحملة، وستشارك في الفعالية بعض الجهات الرسمية والشعبية. في ختام المشهد وأعود وأذكر بالعناوين مرة ثانية. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يؤكد أن العملية السياسية ستكون شاملة والكرة في ملعب السياسيين. نائب رئيس مجلس السيادة يعلن تبنيه لخطة عشرية لوضع حلول لقضايا ولاية الخرطوم. والي الخرطوم يخاطب ختام مؤتمر التنمية والتطوير والذي يتضمن أكثر من 170 توصية في 20 مجالا. انتهى المشهد الإخباري، قدمته لحضراتكم من فضائية الخرطوم. شكرا للإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.